الاهلي فاز بالامس بالخمسه، لكن عكاش يهرب الان، عكاش يتقدم الان، عكاش يضرب الان، مستحيل ينجح فريق كره بترجع، كره بتصل، وصلت الى فهد المولد، تهديد اول، كره عرضيه لكن مقطوعه، يا رباه عكاش يهدر كره اولى في المباراه، هدف محقق، الغامدي لعبها، كهربا مشاها، فهد عرضها، الكره مره اخرى، هذه الكره مستحيل، علي الحق كلاسيكو، عكاشي في المرتين، جحفلي اولا، البريك ثانيا، عكاشي ثالثا، الثالثه ثابته لا، الحبس يقول لا، دفاع الهلال في حاله اهتزاز، في حاله ارتباك، علي الحق سيتصدى، يصبح المدافع، يصبح الليبرو، يقطع هذه الكره، عكاشي خرج من جو المباراه، كيف سيدخل اليها من جديد؟ شوف الصناعه، شوف الكره، هذه الاولى، هذا جحفلي، هذا جحفلي، الله الله على قطع الكره، تاخر عكاشي، ماذا تنتظر انت امام المرمى؟ شوف الثانيه، شوف اللمسه الغامدي، كهربا، شوف الرباعي، شوف الرباعي، الله على البريك، الحبسي بعد ذلك يتصدى، البريك وقفها، وبعد ذلك الحبسي، لكن ثلاث فرص في دقيقة، في دقيقة ونص، دفاع الهلال يضرب بهذه الطريقة، وفين ويفا الآن، شوف التحرك، شوف طلب الكرة، وصلت، الله عليك يا فين ويفا، الله على الأسس، الله